طيب لو محتاج شحن لعبة وارزون موبايل أنصحك وبشدة بمتجر سجاد التاجر. ليش؟ لأنه الولد ثقة، بالإضافة إلى شحن رسمي وسريع، ومعاملته أكثر من 6 سنوات في شحن الألعاب. فروابط راح تلاقونها في وصف الفيديو بالإضافة إلى التعليق المثبت. وأيضا بالنسبة للجزائريين وباقي الدول العربية متوفر الشحن أي غرض تريده داخل اللعبة. وللطلب والاستفسار التواصل على حسابي انستغرام. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكل متابعي قناة أندرويد 18. شاب، شركة أكتيفيجن فعليا صارت تسابق الزمن من أجل طرح اللعبة وإصدار كل التفاصيل وحل المشاكل قبل الطرح العالمي، اللي يتبقى معنا أقل من أسبوع تقريبا، يعني 6 أيام من أجل الطرح العالمي اللي راح يكون معنا في يوم 21 من شهر 3. أكيد أنه اللعبة إذا لاحظتم في آخر فترة يا شباب، يعني حتى بآخر يومين صارت التحديثات متكررة تقريبا، يعني كل يوم ينزل لنا تحديث خارجي على المتجر بالإضافة إلى تحديث داخلي لما نفتح اللعبة. هل في إصلاحات داخل اللعبة بشكل عام؟ أكيد أنه في إصلاحات، لكن أيضا في بعض المشاكل اللي تتطور أيضا وتظهر مرة ثانية بعد التحديث اللي يكون، بعد التحديث اللي ينزل. بس بشكل عام شباب، يعني حتى تكونون في الصورة أنه بإذن الله، يعني حتى بعد الطرح العالمي راح تكون معنا بعض المشاكل داخل اللعبة، يعني لا تتوقعوا أنه اللعبة راح تكون يعني 100 100. أوكي، فتكلمنا عن هذا الموضوع سابقا. بالإضافة إلى إذا لاحظتم أيضا حتى أنه تم بداية سحب بعض المحتوى الخاص بلعبة كود موبايل من أجل أن يكون حصري في لعبة وورزون موبايل، وهي يعني نفس الشركة المالكة للعبتين. فعلى الظاهر أنه ممكن حتى الشركة تريد تسويق يكون عن طريق بعض المواد الحصرية وبعض الأغراض الحصرية اللي تكون متاحة في لعبة وورزون موبايل، واللي تكون أساسا يعني أكل عليها الظهر وشرب في نسخة كود موبايل. مبدئيا اللي أتوقع أنه ممكن أيضا في بعض الخرائط أيضا اللي راح تسحب من لعبة كود موبايل أقل شيء ممكن بالسنة الأولى، بعدين ممكن يتم إضافتها مرة ثانية، يعني مجرد أنه الناس تنقسم بين اللعبتين وتصير أو حتى تحمل الجزئين، يعني اللعبتين الاثنين، فبعدها ممكن أنها تضيف هذا، ترجع بعض الخرائط أو ممكن تعدل عليها بإذن الله في السنة القادمة بحول الله. واللي لاحظ لها يعني حتى في هذا الماب، يعني ماب ريبريت اللي هو ماب الكاتريز في لعبة كود موبايل، فعليا تم سحبه من لعبة كود موبايل على أساس أن يظل هذا الماب حصري في هذا السنة للعبة وورزون موبايل. في أيضا ماب آخر اللي هو ماب شوت هاوس خاص بالطور الجماعي، أيضا اللي راح يكون حصري في أيضا حتى في لنسخة وورزون موبايل. أتوقع بنسبة كبيرة أيضا أنه في بعض الخرائط اللي راح تنشال أيضا من لعبة كود موبايل ويتم إضافتها ويتم جعلها حصريا لنسخة وورزون موبايل، زي ما خبصكم يعني ممكن كسنة أولى أو سنة مبدئية من أجل الطرح، والله أعلم. يعني بقادم الأيام راح نستكشف تفاصيل أخرى بعد الطرح العالمي. الجميل في الأمر أنه أيضا اللعبة إلى الحين يعني ما بها خرائط كثير، لكن ستضاف إليها خرائط أخرى اللي راح تكون متاحة بنسخة المودرن وورفير 3، بالإضافة إلى بعض الخرائط اللي هي موجودة أساسا في لعبة كود موبايل. وعلى سبيل المثال يعني حتى الخريطة المتواجدة بهم الاثنين ماب بروست يا شباب، اللي راح يتوفر معنا بشكل رسمي بعد الطرح العالمي، أي بمعنى أنه راح يكون معنا حسب يعني الشركة راح يكون معنا في الثالث من شهر 4، يعني من شهر أبريل راح يتوفر معنا هذا الماب اللي راح يكون ماب جديد، أول الخرائط اللي راح تتوفر معنا بشكل رسمي بعد الطرح العالمي بعد 21 من شهر 3 هي راح تكون معنا ماب شيبمنت، بالإضافة إلى ماب شوت هاوس، بالإضافة إلى بعض سكراب يارد وبعض الخرائط أيضا الموجودة مسبقا. أوكي، لكن بشكل عام يعني بعض لساتها وورزون موبايل مخصوصة من ناحية الخرائط، سواء يعني نتكلم بشكل أدق عن الطور الجماعي. ليش؟ لأنه أكيد أعتقد بنسبة كبيرة أنه الخرائط اللي راح توضاف بشكل رسمي أيضا وبشكل أكبر ممكن تتاح مع فتح التصنيف وبعد إدراج التصنيف لدى اللعبة، لأنه حاليا كما يعني كبداية للعبة فأكيد أنه ما راح يكون معنا تصنيف، والتصنيف انه متى راح يكون؟ راح يكون باذن الله بعد ما يتم طرح اللعبه بشكل عام وتصير ما بها مشاكل كثير، يعني يتم معالجه كل المشاكل اللي تظهر باللعبه، يعني بعدها ممكن انك الشركه راح يعني تضيف التصنيف وقتها. اكيد ايضا السؤال المطروح، هل راح يكون التصنيف للطور الجماعي ولطور الباتل رويال او يكون مقتصر على طور واحد؟ فالاكيد انه راح يكون للطورين بحسب خبرة الشركة،
فممكن جدا أن يكون لطور البطريه بالإضافة إلى الطور الجماعي. المودات أيضا أكيد أنه في تساؤلات كثير، في ناس كثير ممكن تريد تعرف ما هي المودات اللي راح تكون متاحة في لعبة وورزون موبايل. مبدئيا يعني حتى من سابق التجارب أو المودات اللي طرحتها الشركة سابقا واللي أغلبها صار يعني متاح حاليا، نبدأ بالطور الجماعي اللي موجود فيه الهارد بوينت الدومينايشن بالإضافة إلى موجود فيه الكيل كونفيرمد والتيم ديد ماتش. هذه كل المودات الموجودة حاليا بالنسخة. تم إضافة سابقا طور السيرشن ديستروي، واكيد يعني البحث والتدمير، واكيد باذن الله انه راح يرجع معنا بعد الطرح العالمي. ما اعرف اذا راح يكون باول موسم، الله اعلم، لكن باذن الله راح يرجع معنا هذا الطور. ليش؟ لانه تم اضافته فعليا وقمنا بتجربته سابقا لكن شالته الشركه بعدين، لانه بصراحه امتع طور بخصوص يعني بعد التصنيف، بعد فتح التصنيف باللعبه، فاكيد انه طور رهيب جدا، وشخصيا من افضل المودات عندي داخل اللعبه، سواء حتى لما كنت العب كود موبايل. اذا لاحظتم يا شباب يعني تقريبا الطور الافضل اللي كنت انشر عنه باستمرار هو طور السيرش اند ديستروي. ليش؟ لانه البحث والتدمير هنا بلعبه وورزون موبايل غير البحث والتدمير بلعبه كود موبايل، لانه فيه فينشات، فيه حركات، فيه اشياء كثير، فراح يعطيك متعه خاصه اكثر من لعبه كود موبايل. مود سيرش اند ديستروي. واذا رجعنا للطور لطور الباتل رويال، فاكيد المودات اللي راح تتوفر به هي ماب بريبريت اللي هي تسمى خريطه الانبعاث، فاكيد انه راح يكون هذا الطور متاح معنا يعني المده زمنيه ممكن تكون كبيره شوي، بالاضافه الى انه طور الكلاش الله اعلم هل راح يرجع معنا او ما يرجع، واذا رجع فاكيد انه ضروري تنشال ما ينشال ماب بريبريت. ليش؟ لانه كان في ماب فيردانسك يعني كان يتاح معنا ذاك الطور. هنا شباب المشكل عندي بالنت، فصل عندي النت فحولت مباشره على شبكه الجوال، يعني المشكل من الشركه حتى نكونوا صادقين ايضا شباب. اوكي، لكن اغلب المشاكل اللي كانت سابقا صار ضبطت معي. خبرتكم اخر مقطع انه فعليا لاج رهيب وحراره بالجهاز، لكن بعد التحديث اللي نزل امس اللي قبله شوي، لكن التحديث اللي نزل امس فصار معي يعني تقريبا اللعبه ضابطه بشكل زين الى ابعد حد. اوكي، ولا اتكلم عن مواصفات يعني عاليه بالجهاز. يبقى السؤال الوحيد، هل انتم مستعدين وهل الشركه فعليا مستعده للطرح العالمي؟ بالنسبه للناس ايضا اللي تسال عن شحن الباتل باس وغيره، هل استكمل وما استكمل؟ لو تشحن البلاك سيل فراح تستكمل الباتل باس في غضون 15 يوم اذا تلعب باستمرار. اذا تشحن العادي ممكن يعني مش عارف يعني انت ولعبك يعني كيف تلعب، ممكن تستكمل ممكن لا. اوكي، لكن البلاك سيل عندك فرصه انك تستكمل عادي، ما في اي مشكل. تبقى اخر نقطه ابشركم بها يا شباب اللي هي شخصيه جوست نايم يا شباب، جوست كود نايم يا شباب، او شخصيه جولدن فانتوم اللي هي شخصيه جوست كود نايم المجانيه، ولكن تكون معنا بالبلاك جولد اللي كان سابقا مذكور انها بشخصيه بلاك سيل، انها راح تكون في باتل باس الموسم اللي بعده. لا فعليا انه يعني هذا الشخصيه راح تكون متاحه بشكل مجاني ايضا للجميع، راح تكون في مش في التسجيل المسبق للعبه، وانما راح تكون في فعاليات اللي ذكرتها وشرحتها سابقا الاوبريشن داي زيرو، راح تكون في ديك الفعاليات باذن الله، وراح يكون معها نفس اغراضها. راح نتكلم عن تفاصيلها باذن الله في المقطع القادم، وراح اشارك معكم كل المعلومات اللي راح تفيدكم بحول الله في ذاك المقطع. الى هنا اتمنى من الله عز وجل اني قد وفقت في هذا الشرح والطرح. اتمنى لا تبخلوا علي بلايكاتكم ومشاركه المقطع، استفسار اخر اتركوه في التعليقات، راح نحاول نرد على اغلب الاستفسارات في المقطع القادم، والسلام. If you would like to get exclusive content updates, previews and events, don't forget to subscribe and turn on that notifications. Stay frosty, soldiers.